ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومستمرين معاكم وصباحنا مصري. الحقيقة أن الشعب المصري ومصر الدولة المصرية ما زالت بتواجه حرب شرسة، ربما بس الحروب اختلفت. يعني احنا كنا في الأول قوات بتتحرك وتبدأ وأسلحة ونروح محتاجين نحتل دولة نحتل بلد، مش النهاردة الوضع اختلف، ما بقاش اي حد محتاج ان هو يحرك جيوش ويحرك قوات ويروح ويطلع صواريخ ويضرب وعشان يحتل بلد او يسيطر عليها. السيطره الفكريه بقت اسهل، ان انت لان الوسائل اللي موجوده بالتكنولوجيا الحديثه خلت الحروب مختلفه، فظهر عندنا مصطلحات حروب الجيل الرابع والخامس واللي بيتم فيها السيطره فكريا على مواطنين اي دوله بحيث ان هم اللي يقوموا بالعمليه ويدمروا هم أوطانهم. ويمكن الفترة اللي فاتت في منطقة الشرق الأوسط شهدت ما سمي بالخريف العربي، بقى مش الربيع العربي، وشفنا قد إيه إن الدول عانت من داخلها بانقسامات بشدة، مرة بقى بدواعي الفتنة الطائفية، مرة بالسنة والشيعة، مرة باستغلال الأحوال المعيشية، أيا كان تغيير الثقافات، لكن في النهاية السيطرة على العقول والفكر هو ده اللي بيدمر الأوطان. الدولة المصرية واجهت ده بقوة وبشدة، ما زلنا يعني في الحرب، يمكن هي أشد خطورة من حرب 73. 73 كنا عارفين احنا بنعمل ايه وبنحارب مين، النهاردة انت بتحارب ومش عارف انت مين حتى اللي بيحارب ولا مين اللي بيعمل ولا ايه اللي بيحصل. فعشان كده محتاجين ان احنا نبقى واقفين على ارض ثابته وناكد على الهويه الوطنيه وناكد على افكارنا وثقافتنا وعاداتنا ونتمسك بيها. ايه اللي بيحصل النهارده ويعني ايه حروب جيل رابع ويعني ايه حروب جيل خامس وازاي نواجهها؟ هنعرف خلال لقائنا مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا داخل الاستوديو، اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخليه الاسبق وعضو هيئه التدريس بمعهد القاده والتدريب لضباط الشرطه. برحب بحضرتك معايا يا فندم، صباح الخير. عايز اعرف بقى شويه ايه حروب يعني الجيل الرابع والجيل الخامس والفرق ما بينهم. اولا تحياتي للساده المشاهدين ولحضرتك، المقدمه بتاعه حضرتك اوجزت فيها الموضوع بالكامل، ولكن احنا هنسهب وهنوضح للساده المشاهدين معنى حروب الجيل الرابع. بس ناخد الحروب بتوع الاجيال الثلاثه في الاول عشان المشاهد يبقى عارف وعلى درايه كامله بايه اللي بيحصل. الحروب في الثلاث اجيال زي ما حضرتك وضحتي هي حروب عسكريه ما بين دول وجيوشها واراضي متنازع عليها واهداف محدده. صحيح. والجميع خاسر، سواء الدولة الباغية أو الدولة المعتدية عليها. الحروب دي كانت بتكلف الدول مشاكل، بتكلف الدول خسائر، ولنا أن نطرح يعني دلالة بسيطة أن الحرب كانت تصل تكلفتها إلى 4 تريليون دولار تكلفة الحرب، بخلاف حاجة تانية ان فقد البشر اللي كانوا بيفقدوه في الحروب اصبح يشكل عبء على الدولة نفسها. ان انا مديلك ابني عشان يدافع عن وطنه مش عشان تدخله في مشاكل ملهاش اساس وفي الاخر اجيبه على نعش، انا استفدت ايه بعد ما فقدت اعز ما يملك؟ الكلام ده دعا كل العالم الى الهدنة والتفكير في طرق حرب جديدة تبعدنا عن الخسائر دي سواء في البشر أو في التكلفة المادية. فبدأت حروب الجيل الرابع، وتحديدا بدأت سنة 1989، وبداية الجيل الرابع استغنوا فيها عن الحرب التقليدية اللي احنا أشرنا لها، وبدأت القصة بأن أنا أخش واحتل الفكر بتاع الدول دي من خلال أركان ثلاثة. إن أنا الأول ابتدي ابس فيه واقنعه بان الدولة اللي انت فيها دي مش مدياك حقك، والدولة كذا والدولة كذا، وكلها افكار مسمومة ملهاش اساس. وابتدي ادعمه لغاية ما يصل بنفسه ويقوم باحداث التغيير في بلده. وعندما يحدث التغيير تقفز الدولة وتستحوذ على كل الانظمة اللي موجودة في هذه الدول، وتفرض بقى سلطانها وتبسط إرادتها وتحتل الشعوب، ويرجع الشعوب دي في الأمال اللي كانت مطروحة ليهم في الأول قبل خطوة التغيير أمال واهية، ولقوا نفسهم زي ما احنا حضرتك وضحتي في بداية اللقاء الربيع العربي،
أين الربيع العربي الآن؟ أين الشعوب بتاعت الدول العربية المجاورة والأمال اللي وعدوهم بيها والأحلام؟ كل ده بقى تحطم على الصخور اللي ملهاش أساس. أصبحت الشائعات، ودي سلاح خطير في الجيل الرابع، الشائعات دلوقتي ما بتكملش ساعتين ثلاثة بتنتشر على مستوى العالم بكافة وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المشبوهة والقنوات اللي مش مظبوطة، وكل البث اللي بيتم في حدث يعني ممكن لا يستغرق عدة ساعات العالم كله بيبتدي يعرف بيه وأسره. في نفس الوقت التظاهرات اللي كانت بتتم في أي وقت وأمام كافة مصالح الدولة والتعطيل كافة أعمالها، طب ما هو ده برضك من ضمن خطوات الحروب بتاعت الجيل. يبقى بس الإشاعات، في نفس الوقت التظاهرات، واللي بعديها بقى الإرهاب، والإرهاب في كافة الأمور وكافة الأشكال اللي احنا شفناها في كافة الدول في الفترات السابقة كلها. في الآخر الدولة ما بقتش دولة لأنك أنت دخلت على أجهزتها الأساسية وأنهكتها بكل التعاملات اليومية، تظاهرات في كل حتة، عمليات إرهاب في كل حتة، مفيش تفرغ كامل للسياسة اللي حطها الدولة عشان تبتدي تاخد خطواتها المرسومة طبقا سواء الخطة السنوية أو الخمسية أو العشرية. الكلام اللي احنا كله فيه ده الحمد لله رب العالمين في عز الأزمة اللي حصلت فيها 2011 وما تلاها، البلد الحمد لله ربنا أكرمنا بالقيادة السياسية اللي تولت حطت الخطوط العريضة ولم يلتفت لشيء. كان هدفه هو التنمية، بس تنمية ايه؟ تنمية البشر قبل تنمية اي حاجة تانية. شفنا كل المشاريع، شفنا التنمية في كل بلدان مصر، شفنا القرى، شفنا صحة المصري، شفنا المدن الجديدة، شفنا الطرق اللي بتعمل حياة في كافة الأماكن. كل الكلام ده قوض كل الخطوات بتاعه حروب الجيل الرابع والخامس. بس خلينا نقول يا ست لو ان احنا ما زلنا برضه مصر بتتعرض لحرب الشائعات، احنا عندنا كل ساعه والتانيه شائعه بتطلع، بنحاول التصدي والوجود ليها، بس برضه احنا لسه ما زلنا محتاجين حلول مختلفه للمواجهه، لان الحقيقه برضه الحرب شرسه. تمام. ومش محتاجه ان احنا نغفل او مثلا نقول احنا قادرين وبنعمل، بس لا، محتاجين مواجهه حقيقيه. من وجهه نظر حضرتك التصدي يبقى ازاي؟ التصدي اولا من الشعب. الشعب لازم يكون على قناعه بعد اللي الدوله رسمته، يعني القياده السياسيه وجهت، في متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء، في متحدث رسمي بكل وزاره، الشائعه النهارده بيتم الرد عليها فين؟ في القنوات المصريه عشان تعرف حقيقه الامر. انا لو تركت هذه الشائعه وسبتها للاقاويل مش هتستمر لغاية بالليل، وإلا هتبقى حدث مختلف. صحيح. فالحدث بيتم الرد عليه في حينه، بيتم إيضاح الحالة، وبيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال إذا كان هناك قصور، والكلام ده الحمد لله القصور بيتعاقبوا في ساعتها. أما إذا كان أشعة مضللة والهدف منها في الآخر هو الإضرار بمصالح الدولة والإضرار بالشعب، الدولة ما بتسكتش. لكن في نفس الوقت أنا بقول للشعب خلي بالك، بنقول لوسائل الإعلام أنت دورك خطير جدا، ودورك هو التوعوي لكافة يعني عناصر الشعب المصري والشعب العربي، لأن بيعتبر مصر دي هي المنبر اللي بياخد منه كل السياسات وكل التوجيهات وكل الثقافات. ويمكن احنا شايفين الدولة المصرية مفيش سكوت على حاجة، احنا أي حاجة الدولة بتتصدى ليها بتاخد خطواتها المباشرة. ويمكن المحاكمة الأخيرة من 3 أيام أوضحت للعالم كله إن الفكر المغلوط ده آخره. صحيح. اقتنع مجموعة من الشباب بفكر مضلل، وبعد ما جه تواجه صاحب هذا الفكر واللي صدر الفكر للشباب أنكر أمام المحكمة وعلى العلن إن أنا لا أفهم لا أدرك لا لم أتخصص. وفي الآخر التخصص كان إيه؟ أنت كفقيه وكعالم بيتبع كل هذه الألاف من الشعب، ما تخصصك؟ اتضح أن التخصص لا شيء، وهناك علماء في الأزهر لهم قيمة وقامة كبيرة، نتركهم عشان الأئمة المضللين اللي وصلونا إلى الحد، وأصبح الشباب دلوقتي مغرر به وبيحاكم، وقد يصل العقوبة فيه إلى الإعدام نتيجة فتاوى مضللة
قالها أحد المشايخ وهو بدون علم وبدون دراسة وبدون أصلا قاعدة شرعية يستند ليها، ويمكن حتى ما هو المجال الذي تخصصت فيه في العلوم الدينية قال لك ما فيش مجال ده، أنا بقراءاتي واجتهاداتي. وكيف تجتهد في إباحة دم البشر، وكيف تجتهد في الاعتداء على الدولة ومؤسساتها وعلى رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها؟ طب ما احنا شفنا الدول اللي وقعت فيها أجهزة الأمنية كلها سواء جيش أو الشرطة، أين هذه الدول؟ ما هو ده المقصود، اللي هو فكرة هدم الأعمدة الخاصة بالدولة سواء الحكومة الجيش المخابرات رجال القضاء. وهو ده حضرتك أساس الحرب، إن أنا أوقع أجهزة الدولة عشان أستفيد أنا من إيه؟ من إن أنا أجيب الشخص اللي هو لم يظهر في الصورة. عشان كده هذه الحروب سميت في فترة من الفترات الحروب بالوكالة. صحيح، هناك شخص يديرها، طبعا مش شخص، هي دولة أخرى لها أهداف ولها استراتيجية وأجهزة وخلاف، وهي وبتسعى وبتمول وبتغدق من المال على الناس دي، والناس دي طبعا الفئة الضالة دي مستفيدة لأنه بيستفيد بالمال. طب بس هتاخد مال وهتبيع بلدك، هتاخد المال وتبيع شعبك، هتاخد المال وتبيع دولة عريقة زي مصر من آلاف السنين وهي يعني منبر للعالم كله. صحيح، استغلال الدين في اشعال الفتن، وزي ما حضرتك قلت اعطاء فتاوى اهو، يعني احنا لاحظنا ان في فتاوى بتظهر هي مش صح، ومع ذلك حرضت الشباب وخلتهم خرجوا ووقفوا وتجمهروا واعتدوا وحرقوا. فكره استغلال الدين والتوعيه يا فندم من جانب الدوله والصمود امام هذا الاستغلال السيء. تمام، حضرتك نرجع برضك لتوجيهات القيادة السياسية في الخطاب الديني. بس احنا كمصريين بكافة طوائفنا سواء مسلمين او مسيحيين، انت عندك الازهر اللي بيتعلم منه كافة دول العالم. الدين الحنيف في جمهورية مصر العربية من خلال الازهر الشريف. صحيح. وكذلك الكنيسة الكاثوليكية. الارثوذكسية هنا دي اساس العرب كله. أرثوذكس هو اللي دافع، ويمكن تلت العالم بيدين للكنيسة المصرية. صحيح. الفكر بتاعها الوسطي المعتدل اللي فيه تمسك بالبلد وبقيامها، ودي يعني احنا بنقول مش كلام عادي، ده في أصول للبلد المصرية قامت عليها كافة هذه الحضارات. والحقيقة هم ما فرقوش ما بين مسلم ومسيحي، يعني زي ما حرقوا كنايس وفجروا كنايس وقتلوا أخواتنا الأقباط، ما هم حرقوا المساجد وقتلوا المصلين. يعني هو مش الفكرة الدين ولا اختلاف الأديان، بس يمكن احنا هنا بنحب نشيد برضك بالبابا تودروس لموقفه الوطني الشديد. صحيح. اللي خلى الشعب ما يحسش ان هناك فرقة. انا لو ما كانش فيه كنايس أصلي في الجوامع، إذا ما كانش فيه جوامع هنصلي في أي مكان، إحنا لنا رب واحد بنعبده. صحيح. فما فيش مكان ليس قصر على حاجة، ودي يبين كيفية تلحم الشعب المصري. إن إحنا ساعة ما تيجي يحصل الخطر الشعب كله يكشر على أنيابه ويقف لدولته ويقف لحماية شعبه بكافة الطوائف دون تفرقة. لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله فعلا، عملية التفرقة زي قصة كافة الأمور اللي يستغلها الطائفية والآخر، دي ثغرة من الثغرات بتاعت حروب الجيل الرابع. صحيح. بيستغلوها ليه؟ بيستغلوها عشان يعمل فرقة، أي حاجة يشوفها يبتدي يستغلها ويعمل فرقة ما بين الشعب عشان في الآخر تتحقق الأهداف، والدولة دي تبقى دولة مخوخة وليس قادرة على الصد حتى على أي مخاطر قد تقابلها. إزاي نقدر ندرب العاملين داخل الدولة عموما في قطاعات الدولة المختلفة على فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية والحفاظ على كيان الوطن، خاصة أن الجامعات وهذه الدول والأجهزة مفهوم الأوطان عندها مش موجود وعايز يهتم؟ تمام، طيب احنا الحمد لله الدولة المصرية وخاصة تحديدا الأجهزة الأمنية في ممثلة في القوات المسلحة وممثلة في الأجهزة الأمنية كشرطة ومخابرات عامة، الناس دي يعني ناس مدربة وملقنة وعارفة يعني ايه قيمة البلد والمخاطر اللي بتعرضوا ليها. لكن ما بقتش القصة قصر على كده، بدليل ان كافة الأماكن دلوقتي تم إعدادها للتدريب
يعني الأكاديمية لتأهيل الشباب دي حاجة من الحاجات اللي فخر لمصر. صحيح. أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، أكاديمية الشرطة، معهد القادة، كل هذه الأماكن التدريبية بالإضافة إلى كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الإعلام. الإعلام دور خطير، هو اللي بيشكل وجدان الشعب، ما نقدرش ننكره. والإعلام ملاصق برضك وسائل التواصل الاجتماعي، لابد ان احنا ما نتركهاش للحبل والنابل، لازم تكون ايدينا فيها. وزي ما هما بيستغلوا الفقرات الصغيره اللي بيقعد يبس فيها السموم، احنا نبس فيها برضك فقرات تدل على ان الدوله مش كده، ونحط الحقائق ونحط المواجهات عشان الشعب في الاخر يبقى على قناعه. استطاعات الراي كلها في الفتره الاخيره، الشعب المصري بقى ورا دولته. صحيح. وكافة الأمور تيجي قدام أي مواطن تقولي له ده أنا بسجل معاك إذاعة كذا، كأن في عدو أصابه، فخلاص هو لا يؤمن دلوقتي إلا بما يذاع من خلال قنوات المصرية والحكومة المصرية، عشان في الآخر ياخد الحاجة الصحيحة اللي هي موجودة في البلد. والحمد لله يمكن ده اللي عدانا في الفترة بتاعت الربيع العربي. صحيح. يعني من 2014 حتى هذه اللحظة، لما نيجي نشوف دولة بتتحارب من كل الاتجاهات وفيها المسارات دي كلها في التنمية، لا ده دولة خارقة. لا، والشعب المصري لما خرج في 30/6 هو خرج علشان شاف ان بلد بتتخطف، بتروح. ده حقيقي. الشعب لم يقبل بذلك، وعشان كده تكاتف مسلمين مسيحيين، كفت طوائفه، رجال سيدات، وما ننساش طبعا يعني ايه الحزب بتاع الكنبة. صحيح. السيدات اللي دافعوا عن الوطن بايه، باسنانهم. صح. وتصدوا لهذه الجماعة الباغية. خلينا يا فندم نتكلم على فكرة التصدي بقى للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. هل احنا محتاجين لمزيد من القوانين والردع في فكرة هذا الفضاء المستباح اللي اي حد بيكتب اي حاجة ويقول اي حاجة، واللجان الالكترونية اللي موجودة، هل احنا محتاجين مزيد من الحزم وسن القوانين وتنفيذها؟ والله القوانين الحمد لله موجودة، ويمكن بعد 30/6 ابتدت عدة قوانين ظهرت وابتدى تفعيلها. وطبعا الجريمة الإلكترونية ابتدت فيها جريمة وفيها عقوبة الحبس اللي يصل لغاية 3 سنين. في نفس الوقت عندنا قانون الإرهاب، عندنا قانون الكيانات الإرهابية، عندنا قانون التظاهر. ما أنا مش عايزة كل يوم تقف لي قدام مصالح الدولة وتقول لي ده أنا بتظاهر عشان أعبر عن رأيي. لا، أنت عايز تعبر عن رأيك في قانون حدد، تقدم طلب وتقول الفترة اللي هتتظاهر فيها وتحدد الموضوع، ويكون بعيد عن الانتماءات السياسية. مفيش حاجة اسمها التظاهر لأي حاجة، لا، التظاهر ده لحاجة عادية، حددنا مكان، الأجهزة الأمنية بتأمن خوفا لا قدر الله من أن يجي تظاهر يندس فيها. وده برضك أحد يعني أداة حروب الجيل الرابع، ان انا في التظاهرات استغلها في ان انا ابس مجموعه من الافراد يعملوا لي مشكله داخل المظاهره، وفي الاخر ينسب العمل الاسيم ده لمين؟ للدوله نفسها. عشان كده ده من ضمن المظاهر برضك اللي الناس لازم تخلي بالها منها. لا ننصاع لاي حاجه، وما ننقضش وما نمشيش ورا اي اشاعات لازم، وما ننشيرش اي حاجه، وما ناخدش الخبر ونحطه على صفحاتنا والصفحات وننشرها قبل التاكد من الكلام ده. لكن من ناحيه التشريع، التشريع موجود وفعال، واحنا شايفين كل يوم كافه المحاكمات اللي بتتم على التنظيمات وعلى الكيانات الارهابيه، والحمد لله احنا اصبحت الامور مختلفه تماما. لما نيجي نقيس الكلام ده من 2011 الى الان، الشمس طلعت على البلد، الامور بقت الحمد لله دوله عريقه، رجعت استمدت تاني اعمدتها، اجهزتها قويه، لها قياده سياسيه حطلها خطه معينه، الشعب الحمد لله ملتف حوله، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يوفق مصر وتصل الى الهدف الطبيعي بتاعها، وهي منبر لكل ما يحيط هذه المنطقه. شايف حضرتك ان مقاومة الدول عموما يعني، وطبعا من ضمنها مصر لحروب الجيل الرابع والخامس، ممكن ان احنا نقدر ان احنا يعني يبقى احنا دايما اخر الحرب هزيمة او انتصار؟ تمام. فشايف ان برضو هذه الحروب ممكن انها تنتهي بده، ولا هذه الحروب نوعية مختلفة فما نقدرش نحكم واحنا كسبنا او خسرنا في او يعني المفهوم العالمي يعني؟ طيب، انت كسبت شعبك، احنا بنراهن على الشعب المصري. كافة الدعوات في الفترات اللي بعد 2014 بنزلوا وغيروا وعملوا، هل الشعب المصري انصاع؟ ليه؟
خلاص عرف، عرف دولته وعرف أهمية الدولة، عرف أهمية أجهزته سواء القوات المسلحة الشرطة والقضاء المصري الشامخ اللي في الحديث الأخير بين لكل فئات الشعب إياك أن تنصاع وراء الضلالات وراء الشائعات التي تؤدي بيك إلى حكم الإعدام. أنت دلوقتي بتقتل، بتنهب، بتسرق بفتوى، فتوى قالها شخص غير متخصص لا يعلم عن الدين شيء، وفي الآخر أين مؤهلك؟ لا شيء. فإحنا الحمد لله بإذن الله مصر لها الريادة بالشعب المصري إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء رأفت أشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو هيئة التدريس بمعهد القضاء والتدريب لضباط الشرطة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا يا فندم، وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية. مشاهدينا الكرام، يعني حاولنا النهاردة في صباحنا مصري إن احنا نقدم لحضراتكم مجموعة من اللقاءات وال يعني والفقرات، لكن الأهمها الحقيقة إن احنا بنأكد إن الدولة المصرية ماشية في خطى ثابتة وواثقة من نفسها، وما يحدث على مصر من إنجازات، وخصوصا إن احنا في شهر 6 وفي احتفالاتنا بإنجازات يعني مرت من 2014 على تولي السيد الرئيس، فاحنا بنتكلم عن إنجازات بقت ملموسة على الأرض، مشاكل كتير اتحلت. لسه مازال عندنا الطريق صعب ومازال عندنا مشكلات ومازالت في معاناة، لكن أكيد مصر كل يوم عن يوم بتفرق لأنها ماشية بسرعة غير طبيعية، واللي كان ممكن يتم في سنوات النهاردة بيتم في غضون أشهر قليلة. أحلام كثيرة كنا بنحلمها من قبل 2011 النهاردة بتتحقق وبقت موجودة عندنا، سواء من بنية تحتية، من مشروعات، من تنمية، في ملفات كثيرة، ملف عشوائيات، ملف الصحة. مصر الحقيقة بقت موجودة على الأجندة الإقليمية والدولية بشكل كبير جدا في علاقاتها، حاجات كتير قوي قوي حصلت في الفترة اللي فاتت كانت محتاجة سنوات طويلة، بس ده كله بجهود الشعب المصري والقيادة السياسية اللي موجودة وتحمل المواطن ومعرفته للمسؤولية. فاحنا محتاجين من حضراتكم ان احنا نكمل المشوار ونبدأ ان احنا فعلا نوصل للجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحلم بيها، ونسلم مصر بقى لأولادنا والأجيال اللي جاية أفضل مما هي عليه الآن. أشكر حضراتكم، بكرة أسرة جديدة من صباحنا مصري، شكرا لكم وإلى اللقاء.